هذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، هذا له المكانة العليا، وهو أفضل الخلق عند الله عز وجل. وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمد كثيرا، وما يأتي من قذف أو أذية أو سخرية منه صلوات ربي وسلامه عليه فإنها بمثابة الزبد الذي هو الباطل فيذهب جفاء، أما الحق فإنه يثبت. ولكن المؤسف له أن تتتابع تلك المقالات التي تضمنت إما سخرية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بناء على سخرية سابقة ممن لا دين له ولا عقل، حتى العقل يفقد عقله، ليس من العقلاء، لكن تلك المقالات التي بررت موقف من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سخر منه أو قال إنه عبارة عن حرية مطلقة للإنسان أن يتحدث، وهذا ليس بشيء مستغرب أن يحدث مثل هذا. هذه سنة الله عز وجل حتى يمحص المؤمنين فيعلم جل وعلا من هو المحب لهذا النبي العظيم الذي سينصره إما على مستوى الأفراد أو على مستوى الحكومات. ومن ثم فإن هذا الأمر يعد ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل للأمة، ليس فيما ذكرت فيما يخص محبته صلوات ربي وسلامه عليه، لا، يضاف إلى ذلك وهو أهم، أن نري هؤلاء المفسدين، هؤلاء الذين أجرموا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نريهم في أنفسنا خيرا باتباع سنته صلوات ربي وسلامه عليه. ليس المعنى أن ينافح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفحات تويتر أو فيسبوك أو في وسائل التواصل وسائل التقنية، لا شك أن هذا أمر يحمد عليه الناس، ورأينا أن المجتمع بأسره لا يرضى بمثل هذا أبدا، ولله الحمد، وهذا فضل من الله عز وجل، وإنما هؤلاء شرذمة ما أدري من أين نبعوا. لكن مع هذا كله لا نقتصر على المنافحة فقط، لا، نري هؤلاء فعلا أننا نحب هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.